عسلام ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نحضروا مع بعضنا دي ميني بيتزا وباش نشوفوا طريقه الاحتفاظ بهم زيدا لشهر رمضان ان شاء الله، كان خلينا ربي حيين بالف خير. دونك باش نبداو لهنا بسم الله. باش ناخذوا 500 غرام فرينه، ساشي خميره خبز 10 غرامات، باش نزيدوه مغرفه سكر، شويه ماء دافي، ونخليوه يتفاعل لمدة 5 دقائق. توا بعد 5 دقائق باش نزيدو الملح، كيلو زعتر لهنا ياسر نحبو في الباد بيتزا، وكعبة ياغورت ناتورال لازم نخرجوها بالمسبق من الفريجيدير ما تكونش باردة، وثلاثين مليليتر زيت كما تحب، زيت زيتونة ولا زيت نباتي اللي متوفر عندك. نخلطو بالكدا بالكدا كل شيء، ونبداو نزيدو في الماء دافي بشويه بشويه. لهنا استعملت 250 مليليتر ماء دافي، نلمو البات نتاعنا بالكدا بالكدا. توا نعملو لها عجنه كيف كيف، عجنه باهيه. فوالا توا كملنا كيما تشوفوا، شوف عجينتنا ما شاء الله كفايه طريه. حطوها في البول، حطوا شويه زيت، طريقه تعرفوها نستعملها في البات نتاعي الكل. توا باش نغطيوها باش ناخذوا بابي سيلوفان، واذا كان مش موجود عندك مش متوفر تنجم تغطيها هكا بمنديله نظيفه، تحطها في بلاصه دافيه تخمر لك فيسع فيسع. باش نخليوها لمدة ساعة ونرجعوا لها. توا بعد سويعة كما تشوفوا عجينتنا خمرت ما شاء الله، ديغازيوها نحيو منها الهواء الكل. كما تشوفوا كي ندهنها بالزيت كيفاه تتنحى فاسيل من البول، هاكا علاش ندهن انا ديما البات نتاعي. نرشو البلون دو ترافاي نتاعنا بالفارينة، ناخذو القلقال ونحلو عجينتنا الكل. بتشوفوا متاوعة ما شاء الله. توا كملنا باش نشكلو كليميني بيتزا نتاعنا. عنا القالب هذا شكلو بدوائر، اذا كان ما عندكش تستعمل الكاس. ليبيسور كما تشوفوه ما هيش جويدة وما هيش خشينة. لموا اكل زايد الكل باش ما تشيحش، حطوه على جنب. فوالا هكا لازم تكون. حطوا طبق الفور عليه بابي كويسون، ما عندكش بابي كويسون ترش طبق الفور بالفرينه. وتوا باش نقبوهم الكل من الفوق باش ما ينفجوش في الفور وهما يطيبوا. على هنا يكونوا حلينا الفور نتاعنا على 180 درجه. تنوريكم انا عندي اوبسيون في الفور نتاعي نتاع البيتزا، اذا كان ما عندكش الاوبسيون هذه تحط تشعل فورك من فوق ومن اللوطه. هاك زيد هذا توا اللي لميناه باش نعاودو نحلوه ونكملو شكلو باقي البيتزا نتاعنا. هلا كالعادة نلمو كزايد الكل. توا باش نحطوهم على جنب باش نخرجو كعيباتنا كيما تشوفو، طابو حذرو. فوالا هكا يلزم يكون الشكل متاعها، معناها خليوها لين تشيح هكا هاو. خليوهم توا على جنب يبردو ونحطو باقي الكعبات اللي حضرناهم. كيف كيف نقبوهم باش ما يتنفخوش في الفور. توا مادام كعيباتنا حضروا وبردوا الاخرين باش نحضروا كسوس بيتزا. ناخذوا شويه زيت
راس صغير بصل مفروم ومعاها سنتين ثوم كيف كيف مفرومين، قليهم شوية في الزيت، كعبتين طماطم فريشكين ريحتهم، مغرفة ماكلة طماط كونسنتري، لفاح لهنا مغرفة كبيرة كليلو زعتر، لفاح متاع البيتزا، مغرفة صغيرة تابلو كروية، مغرفة صغيرة فلفل أحمر، شوية فلفل أكحل والملح بطبيعة. توا باش نزيدو مقدار كيس ماء ونخليوها تطيب على روحها. توا رجعنا لها كيما تشوفوا، الصوص نتاعنا حضرت، كعيبات البيتزا نتاعنا حضروا ما شاء الله. توا خديت منهم كعيبات باش نحضرهم ونوريكم كيفاه يكونوا بعد ما بردوا بطبيعة بالقداء. حطوا الصوص من الفوق، جاوا بنين على الاخر. نشخشخوهم بالفخوماج غابي، ورجعوهم للفور يكملوا يتيبوا على 180 درجة. توا كي بقى من الصوص الكلو عندي حكة بلار نحطو فيها يقعد صالح لمدة جمعة في الفريجيدير. نجمو طيبو هكا مرة أخرى وتحطوها ما تخسروهاش معناها. فوالا توا كيما تشوفو لي ميني بيتزا نتاعنا حضرو ما شاء الله، شوية زيتون مقصوص، شوية تون، معدنوس باش يعطيك اللون المزيان كيما تشوفو ما شاء الله. نودكم ومنشهيكم. توا باش نرجعو لكعيباتنا بعد ما بردو بالقدا بالقدا، ردوا بالنا ما نحطوهمش سخان، يلزم يبرد كومبليتمون. ناخذو توا لي ساشي دو كونجيلاسيون نحطو فيها الكونتيتي اللي حاجتنا بها، توا نسكرو عليها بالقدا بالقدا، منخليوش الهواء والكل في وسط الساشي، ونعبيو باقي الكعيبات نتاعنا. كيما تشوفوا ما شاء الله 500 غرام طيحت لي برشا كعيبات، طيبت منهم وخبيت منهم والحمد لله. هلا بركات الحمد لله. ان شاء الله تكون عجبتكم فكره اليوم. ما تنساوش ابوني على شين يوتيوب، لايك على الفيديو، نستنى لي كومونتير نتاعكم. مرحبا بكم الناس الكل، وصحه وبالشفاء.